هل الحديث الذي ورد عن علي بن أبي طالب بحلق شعر المولود والتصدق بوزن فضة صحيح؟ وهل يجوز التصدق بمقدار وزن الشعر بدلا من الفضة، طعام أو مال؟ أحبائي في الله، هذا نعم حديث صحيح، وهو من حق المولود على أبيه، وهو أن يحلق شعره ويوزن بالفضة. وحقيقة طبعا في زماننا الفضة يعني رخيصة، وإن كان ترتفع أسعارها بين فترة وأخرى، وهذا المبلغ تقدره بالدينار، تقدره بالدينار، وبناء على ذلك تخرج هذا المال، لأنك لو أعطيت الفقير فضة في هذا الزمان لا ينتفع بها، وما يكون من جنسه وهو المال. فنعم هذا من حق المولود، تحلق شعره، وهذا الحلق يكون للذكر والأنثى على الراجح، وليمط عنه الأذى وليس محصورا بالذكر، وتتصدق بوزنه فضة وما يعادلها من المال أو بالدينار الأردني في بلادنا. وكذلك من حق المولود بعد حلق شعر الرأس أن تلطخ رأسه بالزعفران، أن تلطخ رأسه بالزعفران، والزعفران موجود، والأفضل أن تأخذه وتنقعه عندك ثم تلطخ شعر هذا المولود، رأس المولود، لأن الشعر لم يعد موجودا سواء كان ذكرا أو أنثى. أما باقي سنن المولود فلسنا بصددها الآن، نتكلم فقط فيما يتعلق بالرأس والشعر والحلق والتصدق وتلطيخ الرأس.